مساء الخير، أهلا بكم ومرحبا في ليلة جديدة من ليالي أضواء المنارة، صالون المنارة الذي أسسه الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم. عودتكم وتعودنا معاكم في صالون المنارة ان احنا نركب آلة الزمن شوية. النهاردة 27 سبتمبر سنة 2023، اسمحوا لي ارجع معاكم لورا 50 سنة، يوم 27 سبتمبر سنة 1973. حد يفتكر اليوم ده؟ كان 1 رمضان سنة 1393 هجرية، يوم عادي، لكن بالنسبة للمصريين مش عادي، عشان أول رمضان صمنا امبارح بالليل، اتسحرنا، والنهاردة في الوقت ده كنا افطرنا. كان في حاجة جديدة من الحاجات اللي بنتعود عليها في رمضان، والحاجة دي مسلسل كان لأول مرة وكان مفاجأة بالنسبة للمصريين. كان عندنا 3 إذاعات، البرنامج العام وصوت العرب والشرق الأوسط، والشرق الأوسط كان فيه مخرج عبقري اسمه محمد علوان. محمد علوان ده كان عنده ابتكارات غريبة، يعني هو اللي خلى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب يمثل في الإذاعة مسلسل لو فاكرينه، كان اسمه شوق من الخوف. في السنة دي سنة 1973 قدم لنا مفاجأة جديدة، مسلسل ما عارفش تفتكروه ولا لا، كان من اللي كتبه الكاتب الكبير محمود عوض، واللي مثله عبد الحليم حافظ وعادل إمام ونجلاء فتحي. أرجوك لا تفهمني بسرعة. في اليوم ده، وكان أول يوم اللي هو يوم 27 سبتمبر 1973، سمعنا تتر المسلسل ده لأول مرة. كان بيقول إيه؟ الليل في أحضان الهموم، لا فيه قمر ولا فيه نجوم، ومشيت وتاهت خطوتي، والريح كريح في سكتي، يا لعبة الأيام يا عمر بالأيام، ماشي في طريقي من كام سنة، تعب الطريق ما تعبت أنا. لو فاكرين في اليوم ده احنا كنا كلنا متأرجحين بين الأمل والرجاء، لا عارفين هنعمل ايه ولا بكرة شكله ايه. في نفس اليوم بالليل بعد الميعاد ده كنا مستنيين حاجة بقالنا 9 سنين بنستناها في رمضان، المسحراتي عم سيد مكاوي وكلمات العبقري أبو الشعرة فؤاد حداد. وبعد 10 أيام من اليوم ده سمعنا لأول مرة المسحراتي يوم 10 رمضان 6 أكتوبر 1973 بيقول: مسحراتي من الحواري طل، منقراتي في الندى والفل، القلب لما سمع أول بيان في العصر كان إنسان بيحضن في الجميع الكل، والدنيا خالية من الهوان والذل، وكان مدينة وعزبة، وكان بساط الأحبة، وكان شوارع، وكان أيام بيتقابلوا، بكرة نده بعده، ومبارح نده قبله. القلب لما سمع أول بيان في العصر كان السماء العالية والناس اللي فوق الحصر، كل البشر فرحانين، كل البشر شعراء، كل البشر حلوين، كل الخطب والمصاطب والرطب عنقيد، ومدنا ياما سجدنا، وفجر ياما نقيد، وكل ضي ابتسامة، وكل رعشة ايد. كان قلبي لما سمع أول بيان في العصر كل الجدود اللي بكت في مصر، كل الولاد اللي ضحكت، وكلنا على بعض بنجري وندور، وكلنا زرع بننبت وبننور، وكلنا جنود وبننبت رايات النصر. الشمس دقت على بابي وفتحت الباب، لقيت ألوف البشر حاملين شجر ونسيم، وكلهم عيلة واحدة
وكلهم أحباب وكل ناحية جميلة وكل مصر عظيم في القلب لما سمع أول بيان في العصر. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. من الصدف الجميلة إن الليلة دي ليلة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبتهل علينا الأنوار المحمدية، بتهم حوالينا في كل ناحية. وبيهل كمان معاها أنوار ضيوفنا الكرام اللي النهاردة شرفونا في صالون المنارة. سعادة السفير محمد بهادير البري، نائب سفير الجمهورية التركية. ومعالي الوزير اللواء دكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي السابق سيدة حرمه. معالي الوزير الدكتور مدحت حسنين وزير المالية الأسبق. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سمير رجب. وشرفنا النهاردة الدكتورة ميرفت الديب عضو المجلس الاستشاري لعلماء مصر، والأستاذة الدكتورة ضحى منير أستاذ الاقتصاد بالعلوم بكلية الاقتصاد وعلوم سياسية ومستشار رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني. وسعادة اللواء مصطفى هدود محافظ البحيرة. ومن ضيوفنا انتوا كلكم أهل بيت، أهل بيتنا كلنا بنرحب بيكم، لكن تملي أنا بحب أرحب بريحة الحبايب اللواء الطيار محمد رياض الصنباطي. من الحاجات بقى اللي بتهل علينا في ليلة ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حكاية يمكن أكون حكيتها لكم قبل كده أو لقالكم في نص دقيقة. كلنا عارفين أغنية مضناك جفاه مرقده، كتبها أحمد شوقي وغناها محمد عبد الوهاب ولحنها. هذه القصيدة من فن المعارضة الشعرية. المعارضة الشعرية هي قصيدة كتبها أحد كبار الشعراء، وبعد كده بجم شعراء تانيين يقولوا على نفس الوزن ونفس البحر ونفس المعنى قصيدة بيسموها بيعارض الشاعر ده. أحمد شوقي ده شديد الرقة، دي واحدة من المعارضات الشهيرة في تاريخ الأدب العربي. دي أساسا هي قصيدة الأصل بتاعها، يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده، اللي كتبها الشاعر الحصري القيرواني من 2000 سنة. ولكن دي أقرب قصيدة في تاريخ الشعر العربي، لأنها عرضت 96 مرة. ده رقم ما حصلش في أي قصيدة في تاريخ الأدب العربي. أغرب معارضة اللي حولها لكم النهاردة، بس أقول لكم حاجة بس في موضوع فن المعارضة دي. أحمد شوقي
لما حب يعارض البردة اللي كتبها الإمام البصيري في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يجرؤ أن يقول أن دي معارضة، في حاجة اسمها معارضة في حب الرسول، فسماها نهج البردة. أنا ماشي على خطى الشاعر الكبير حسن القيرواني، لكن الإمام البصيري، لكن بقولها عشان ده في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. الأجمل في قصيدة يا ليل الصبغ مدى غدوة اللي عرضت 96 مرة، إن أغرب واحد عرضها اللي قال عليه أحمد شوقي لا أخاف على اللغة العربية إلا من بيرم التونسي. وعلى فكرة بيرم التونسي قبل ما يكتب الشعر العامية اللي ملأ قلوبنا واللي النهاردة هنسمع حاجة منه، كتب باللغة العربية الفصحى، واللي بيأكد كده قصيدته الشهيرة يا بائع الفجر بالمليم واحدة كم للعيالي وكم للمجلس البلدي، قالها ما بين العامية والفصحى. الأول بنرحب بمعالي السفير، سفير السعودية في مصر، أستاذنا أسامة نقي. أهلا بيك يا نورتنا. لا معلش سن. لما حب عمنا بيرم التونسي يعارض يا ليل الصب، عملها امتى بقى؟ هي ده المفاجأة. عملها يوم 26 يونيو سنة 1934 الموافق لمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكتبها في مدح سيدنا محمد. قال إيه؟ اليوم الأسعد مولده، مصباح الدهر وسيده، البدر الباهر مطلعه، والبحر السائغ مورده، شهد الإنجيل بمبعثه، وعن التوراة يردده، واختال الدهر به عجبا، وحلى للعالم سرمده، وتألق صمت نبوءته، ويتيم الصمت محمده، وقضى أمر الرحمن بأن لا يرفع إلا مسجده، فدعا في الناس يوحدها، صوب الديان توحده، العقل أساس شريعته، والحق الأبلج مقصده، والحرب يسعر غمرتها، ووطيس الغمرة يشهده، والعيش تخير أخشنه، في حين تمثل أرغده، وبه الموؤودة قد رحمت، وحبت تتعهدها يده، ويرى المسكين فيكرمه، ويرى الحيران فيرشده، حتى خضع الثقلان له، وأتى أشقاه وأسعده، وحباه الله رعايته، ويروح القدس وبروح القدس يؤيده، وانحط الكفر وطغمته، وعلى الإيمان وفرقده، لبيك رسول الله لقد لباك الصقر وجلمده، وصرفت العرب عن الأوثان وعما كانت تقصده، ولكم طولبت بمعجزة، فأتاك الحق وأيده، بكتاب الله يرتله، وبشرع الله توطده، فمضى الكهان بسجعهم، وعكاز أفحم منشده، والناس من الجهل انتبهت، ومضت للخالق تعبده، فاهتز العرش وقد سجدت لإله العرش تمجده. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأستاذ علاء كرمان، يا رسول الله كل عام وانتم طيبين. إبراهيم ونبوءة موسى
ترنيمة داود وبشارة عيسى، دعوة إبراهيم ونبوءة موسى، ترنيمة داود وبشارة عيسى. ونبوءة موسى، ترنيمة داود وبشارة عيسى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي. كل عام وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. أول بنرحب بمعالي المستشار محمد شيرين فهمي، نورنا معانا. نبدأ حفل الليلة كالعادة بالأنامل الذهبية لأستاذنا الكبير الموسيقار محمد مصطفى. هنسمع منه النهاردة رائعتين من روائع عبد الحليم حافظ، تخنوه عمر وخانكم بليغ حمدي، وصفيني مرة محمد الموكي.